في فجر السبت 14 من أبريل استهدف هجوم ثلاثي بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مواقع سورية. وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من سفن وطائرات استهدفت لنحو ساعة منشآت للأسلحة الكيماوية في سوريا. من جانبها أعلنت لندن أن 4 طائرات بريطانية من طراز تورنيدو شاركت في الهجمات بإطلاقها صواريخ ستورم شيدو واستهدفت منشأة عسكرية على بعد 20 كيلومترا غربي حمص. أما فرنسا فقالت إنها شاركت في الضربات بطائرات من طراز ميراج ورافال إلى جانب 4 فرقاطات كانت متمركزة في شرق البحر المتوسط. أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل 103 صواريخ. وأكدت موسكو أنها ستعيد بحث إمكانية تسليم سوريا صواريخ S-300 وأن الدفاعات التي تصدت للهجوم هي منظومات روسية الصنع. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضا إن الصواريخ التي أطلقت في الهجوم الثلاثي لم تدخل أي من المناطق التي بها منشآت تحميها نظم الدفاع الجوي الروسية في طرطوس وحميميم. قيادة الجيش السوري أعلنت من جانبها إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقت على أهداف في دمشق وخارجها، وقالت إن بعضها تمكن من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة، بينما أكدت مصادر عسكرية سورية أن الضربات استهدفت نحو 10 مواقع تركز معظمها في دمشق وريفها وفي حمص بوسط البلاد.